عايشين جو هالموسم او حتى اقل من شهر، اكيد في هناك تجهيزات وفي استعدادات اداريه، استعدادات زراعيه لهالموسم الاقتصادي على كافه الاصعده. خالد، صحيح، جمله من النصائح والارشادات، ونطلع على طبيعه الاجراءات القائمه حتى هذه اللحظه، وفي خطوات راح تبدا ان شاء الله مطلع الاسبوع القادم من مديريه زراعه الكرم بالنسبه للمعاصر وامور اخرى. راح نتعرف وياكم طبعا على هذه التفاصيل مع المهندس مأمون تايه، مسؤول قسم الارشاد والتوجيه في زراعه الكرم. يسعد صباحك باشمهندس. صباح الخير، صباح الخير لكم، صباح الخير للجميع، وصباح الخير للمزارعين في محافظه الكرم. الله يصبحك بالخير يا رب. حقيقه يعني احنا بعد اسبوع 10 ايام بنواجه موسم مهم جدا في محافظه الكرم، الا وهو موسم قطف ثمار الزيتون. احنا في مديريه زراعه الكرم لأهمية هذا الموسم ولأهمية الشجرة التي تمثل هذا الموسم، الشجرة التي حافظت على الأرض الفلسطينية بتشبتها في الأرض ومحاربة المستوطنين وقطعان المستوطنين من الاعتداء على الأرض الفلسطينية. إحنا في مديرية زراعة طول كرم، دائرة الإرشاد الزراعي في محافظة طول في محافظة طول كرم، عندنا كثير من الاستعدادات لاستقبال هذا الموسم إن شاء الله. يعني إن شاء الله إنه يعني عندي إنه هذا الموسم إن شاء الله يكون موسم جيد، يعني مش أقل من العام، بجوز أقل من العام بكميات. كم كان تقريبا العام؟ كنا أنتجنا 2000 طن 2200 طن، السنة يعني احتمال إنه ننتج من 1800 ل 2000 طن زيت، بالإضافة إلى كميات التخليل اللي تستهلك في المحافظة. أول إجراءات في مديرية زراعة طول كرم، أولا إحنا بهمنا المزارع كيف يعتني بشجرة الزيتون. إحنا من الأسبوع القادم دائرة الخدمات الإرشادية بدها تكون بسلسلة من المحاضرات في كافة المناطق الموجود في هذه شجرة الزيتون، في منطقة الشعراوية، منطقة الكفريات، منطقة وادي شعير، وبالتعاون مع المجالس المحلية. ثاني شغل إجراء اللي هم نتخذه بالإجراءات للمعاصر لتشغيل المعاصر، ونوقف على الشروط الفنية والشروط الصحية وشروط السلام العامة وشروط الدفاع المدني. يوم الخميس امبارح كان عندنا اجتماع مع السلام العام بالمحافظة، مع الاقتصاد الوطني وصحة ووزارة الصحة والدفاع المدني، وعملنا جدول زيارات ميدانية من نزور كل المعاصر الموجودة، وعندنا حوالي 36 معصرة أوتوماتيكية في كافة بلدات المحافظة. وإن شاء الله خلال الأسبوع القادم من الأحد للخميس منزورهم كلياتهم، ومنوقف طبعا للوقوف على كافة الإجراءات والمعايير. راح ندخل بالتأكيد في تفاصيل الإجراءات. نعم. شو اللي على المعاصر توفيرها؟ يعني خلال الموسم كانت درجات حرارة مخيفة نوعا ما تعرضت. نعم. لها المنطقة وتحديدا مناطق طول كرم. كيف تأثير درجات الحرارة على الموسم؟ أهم شغلة اللي بأثر على موسم قطف ثمار الزيتون اللي هي كمية الأمطار. هل الأمطار العام الماضي وقفت بدري، وقفت بشهر 2 وبعديها ما جاش امطار، هذا هو اللي بحدد موسم قطف موسم او جودة شجره الزيتون. لا، مش الجوده بتحدده كثير من العوامل. المزارع بحدد طريقه القطف، المعصر بتحدد جوده الزيت وموعد القطف. بالمناسبه يعني حقيقه بدي احكي عن موعد قطف ثمار الزيتون. احنا بوزاره الزراعه عن طريق الخضراء والمختصين حددوا موعد رسمي ووطني اعتبره انا في المحافظه، انه بخمسة عشرة اللي هو بدء انطلاق قطف ثمار الزيتون. لا يسمح لا للمزارع ولا لمعصرة تفتح قبل هذا التاريخ. وانا بترجى من المزارع انه يلتزم بهذا الموعد ويعتبره انه موعد مقدس، الا اذا واحد بده يروح بشهر 9 ب 25 9 ب 20 9 ب 22 9 يلقط له شويه ارساعات. هذه يعني مش مشكله. وبدعوا التجار انه ما يلحوا على المزارعين انه يلا لقطوا من نشتغل منها. فانه ليش؟ لانه في كثير من الامور لها علاقه بجوده الزيت زي ما قلت يا اختي، لها علاقه بكميه الانتاج. يعني هسه لسه الزيتون هاي الفتره الانتقاليه، هاي مرحله نضوج قائمه، مرحله نضوج، اذا ما نضج فسيولوجيا بالشكل التمام ما بتطلع حبيبات الزيت بالمعصر فبقل الانتاج. فهي يعني شغلات مهمه كثير. وكثير من الاجراءات برضو احنا خلال برضو موسم الزيتون احنا طاقمنا بيبقى حتى زيارات مسائيه
لمعاصر عصر الزيتون، لأنه تعرفوا المعاصر يعني أغلبها بتكون ضروة إنتاج تشغيلها بعد العصر المغرب. صح. بعد العصر والمغرب احنا بنضلهم للعشرة بالليل والحداش بالليل بزوروا جميع المعاصر بتطلعوا على الامور الفنية الدقيقة، لانه هاي بتأثر على كمية الزيت وجودة الزيت، يعني ارتفاع درجات الحرارة في الدريس بتؤدي الى تقليل جودة الزيت. المزارع اذا نزل بدري برضو بتقل كمية الزيت وليس جودة الزيت. في كثير أمور فنية يعني احنا ما بنقدر بالعشر دقائق ربع ساعة نحكي فيها، بدها حلقة كبيرة عن الزيتون. إن شاء الله أنا بتأمل منكم أنتو يا تلفزيون فجر الجديد، وأنا حقيقة لازم أتشكركم على هذا اللقاء لعطتونا تحتولنا الفرصة للحديث عن هذا الموسم الحيوي والمهم. إن شاء الله جولتنا القادمة في المعاصر ومنجيب لنا رغيفين طابون وإياه يا سيدي إن شاء الله، لأنه هاي الجولة الرائعة. زيت جديد وزيت جديد هو مفيد صحيح. جدا تبقى فيه نسبة فينولات عالية، هاي بتؤدي إلى قتل خلايا السرطانية وأمور كثير. يعني أنا بنصح كل واحد ببداية الموسم بشهر 10 يأكل زيت كثير، يعني كثر من أكل الزيوت النباتية وخاصة زيت الزيتون. مثل ما بحكي المثل، أول الثمار بيطول العمار. أول الثمار بيطول العمار، هاي صحيحة، هاي مضبوطة بالنسبة لثمار الزيتون وزيت الزيتون في المحافظة. نعم مهندس، يعني بالبداية حكيت بالنسبة للتوقعات الحالية لهذا الموسم أنه أفضل من مش أفضل أقل شوية أقل. يعني إحنا قعدنا أسبوع أنا ومرشد البستاني بجولات ميدانية على المناطق الزيتونية، سواء بالشعروية بالكفريات ووادي شعير. كانت احنا توقعنا، هاي هي توقعات بالتالي توقعنا يعني ملقط وعادي بالمزين، لا بس هي توقعات بدها تكون اخف شوي من العام. العام توقعنا مثلا 2000 طن اعطينا 2200 عن طريق يعني عن طريق مشروع وعن طريق احصائيه دقيقه من 36 معصره، يعني استماره وقديش كل معصره انتجت. نعم. وعندي هذا في دائرة الزراعة عندنا موجود. نعم بس السنة احنا متوقعين مثلا 1800 ان شاء الله انها بتزيد ان شاء الله ان شاء الله. بس انه انا بدي اروح لاشكالية انه خالد حكى بالنسبة لارتفاع درجة الحرارة، فانت تفضلت انه لا هي ما لها علاقة في الكميات، انه الامطار هو مش ما لها علاقة بس الامطار هو الاشي الرئيسي هو كمية الامطار، لانه الزيتون عندنا زيتون بعلي. ولهذا السبب انا يعني بنصح المزارعين وبوجه نداء لهم، اللي بيقدر يسقي زيتونه ويعمل ري مساعد بسموه او ري تكميلي وليكن، لانه بحافظ على الشجره بزيد الانتاجيه قدر الامكان. في مجال بالفتره هذه انه يلحق بسقيه واحده المفروض بواحد 9 سقى وبشهر 8 السقوا كثير منيحه، وبشهر مثلا قطعه المي الامطار بشهر 2، انا بشهر 4 بسقي بسقي بشهر 4 مرتين، بسقي بشهر 5 مرتين، شهر 6 لشهر 7 بسقيش، لأنه بتبقى مرحلة تكوين الإندوكارب. شيء الإندوكارب هي العجمي، العجمي إذا ما قسيت ما ببني اللحم عليها. إحنا هاي الفترة نقولهم يا أخواننا يا مزارعين تسقوش، بلش اسقي بشهر 8. اللي بيعطي ري مساعد هيك بحافظ على زيتونه، أولا الارتفاع في درجات الحرارة بنصاب بالسوسي، بنصاب بالسوسي، بنصاب بالذباب بذبابة البحر المتوسط بسموها ذبابة الزيتون. هذا بتؤدي إلى الثمار تصاب، الحمد لله يعني السنة ما انصابت الثمار عندنا إصابة خفيفة جدا بذبابة البحر المتوسط. يعني من خلال جولاتنا الميدانية احنا طاقم الإرشاد في المديرية شيء لا يذكر بالنسبة لذبابة الزيتون. فلهذا السبب بيكون عندنا جودة عالية. نعم. طب باش مهندس، ارتفاع في درجات الحرارة يعني خاصة في 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 الإزهار بيؤدي لكتل الإزهار فبقل الإنتاج. طب باش مهندس مش مالهاش، بس احنا اللي بحدد إنتاجية شجرة كمية الزيتون هي كمية المياه، لأنه زيتوننا 90% منه بعلي كله بجبال فلسطين. شو بنزرع غير إن شاء الله موسمها الشتوي يكون وافر، حتى موسم الزيتون العام القادم يكون أفضل إن شاء الله. إن شاء الله إنه نتوقع إن شاء الله يعني. طيب فيما يتعلق وخطواتكم على أرض الواقع، يعني تحت الهواء حكينا إنه كل سنة في 50,000 شتلة زيتون بيتم زراعتها في البلد. صحيح. بس ما أعطت يعني خلال هالفترات ما زادت الكمية. بالضبط. ما زادت الكمية. إيش اللي بصير تقريبا؟ أولا في اعتداءات من المستوطنين على أشجار الزيتون. هاي الأشجار الزيتون قريب المستوطنات وقريب الجدار، في اعتداءات عليها كثير من قبل المستوطنين.
في عندنا حوالي 20,000 دونم داخل الجدار زيتون. هذول المزارع ما بفوت بخدمهن، ما بفوت بخدم. فأول اجتماع مع الارتباط المدني أنا رحت مثلت وزارة الزراعة، طلبت أنه قبل أسبوعين، المفروض قبل موسم أسبوعين، يدخل المزارع وينظف زيتوناته، يعمل عمليات خدمة للأشجار. مش أنا بس بدي أروح ألقط وروح، طب ما هو في تنظيف، في تقليم، في شغلات كثيرة بالزيتون، صح ولا لا؟ صحيح. وحتى الإسرائيليين يعني بيضيفوا عراقيل حتى فترات فتح طبعًا البوابات طبعًا، وانت ساعدت ساعة ومش صحيح. ساعة وأبصر إيش، والصبح بدري خلص متى سياسة تهجير واضحة، يعني باتجاه أن الواحد يمل هالأرض وشو اللي بيجي منها. نعم صحيح. طب أسعار المتوقعة لزيت الزيتون تقريبا، هي يعني إنها 5-6 سنوات هي من 20-25 شيكل، أنا هيك متوقع، لا تزيد عن 25 ولا تقل عن 22 حتى. إذا زادت هناك تدخلات منكم؟ لا احنا يعني الاسعار هي سياسه عرض وطلب، عرض وطلب. وبعدين الزيت احنا يعني حتى لو يغلى ما يغلى، ما يكون يعني زيت فلسطيني وخلي المزارع يستفيد. وبالمناسبه يعني هو مجدات جدوى اقتصاديه عاليه، احنا زي ما قلت لك هو يعني احنا مصدر، يعني شجره الزيتون هي بالسياسه بتدخل، بالتاريخ بتدخل، يعني مش انه احنا زارعينها مشان الجانب الاقتصادي. نعم. من ناحيه اقتصادي لا، بتروح العيله بالليل بتلقط الزيتون، تعال بدك تحسب عماله الزيتون، يا بخسر يا بطلع راس براس. بس هي من ناحيه وطنيه، من ناحيه رمز تاريخي بفلسطين هي شجره الزيتون، ولازم نعتني فيها مشان نحافظ على أرضنا، وهي عبارة عن تشبث بالأرض والبلد. نعم. صراحة كيف إجراءاتكم بالنسبة للرقابة، يعني فيما يخص ممكن بيع زيت ممكن من الأوامر الماضية؟ احنا هاي لا، هاي عنا احنا عنا مراقبة في قسم التسويق، ممنوع تطلع ولا تنكد زيت لأي محافظة إلا بتصريح نقل داخلي وفحص. وبجوز انتوا بالاعلام قدريت، يعني بجوز من 2-3 سنين مسكنا زيت مهرب، مسكنا زيت مغشوش كله صبغات ودنيا من اسرائيل، وقدمناهم للمحاكمه واشي. بس عندنا احنا زيت اي كيلو بده يطلع على اي محافظه، المحافظات الجنوبيه او نابلس او كله باخذ تصريح نقل داخلي، وعن طريق فحص. والمختبر عندنا مختبر تابع لدارة الزراعة في نابلس، لازم نجيب فحص ناخذ عينات وبنفحصها. جميل جدا. هذه الإجراءات احنا ان شاء الله راح نكون مثل ما اشرت باشمهندس مأمون في جولات ميدانية، واياكم ان شاء الله 5 أكتوبر على ما هو الاتفاق. قلت لك احنا بننتج 2000 طن، في عندنا 1000 طن زيادة، 1000 طن بيستهلكوهم السكان، وفي عندنا 1000 طن يا اما بروح على المحافظات الجنوبية، او في شيء منه بدخل لعرب الداخل، او في منطلعه بشكل تصدير للخارج عن طريق الامانات. كل هذا عن طريق فحوصات، واحنا يعني حقيقة يعني انا المسؤول عن هالشغل، الفحوصات بتجينا من المختبرات. زيتنا زيت يعني اكسترا فيرجن، فاخر 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 يعني بكل ما بالكلم من معنى، يعني الحموضة اقل من 1. عشان هيك المسخن والزعتر مع الزيت، هاي الأمور كلها بيطلع لها نكهة فلسطينية رائعة. وأكيد بنوجه تحية للمملكة الأردنية الهاشمية اللي بتتيح أيضا للفلسطينيين خلال صحيح. موسم قطف الزيتون بعملية التنقل بأربع تنكات على الأقل على معبر الكرامة خلال هذه الفترة في تاريخ معين. فشكرا لهم، وإن شاء الله موسم ناجح ورائع، وبالفعل بجسد الوحدة الاجتماعية لأهلنا في أجواءه، ياخذوا الجيران والعيلة وكل طبقة المكلوبة كمان. اعملوا زيارة وشوفوا على الصورة كيف ريحة الزبار وريحة الزيت، صحيح كل الباقي عنده حدا.